اليوم راح اعمل السوبرا. هي اكله تركيه تعتبر من المقبلات او المعجنات التركيه اللي موجوده بكل المطاعم التركيه. بعد ما خلصت كلها هلا صار لازم اقطعها. كتير مهم تتقطع قبل ما تفوت الفرن لانه بدي اضيف عليها الحليب والبيض كرمال يتشربوا لجوا. السوبرق صارت جاهزة، تركتها تبرد شي نص ساعة حتى تقدر تقطع بسهولة، وشلت ورق الزبدة من تحت وهلأ بدي أقدمها مع كون. برجع بقطعها مرة ثانية بدنا نشوف كيف الطبقات يلي حكيت لكم عنها. طبقات الرقاقات مع الجبنة بالنص والبقدونس. لازم تجربوها.